السلام عليكم شباب، معكم زكا ستيشن في مقطع جديد. اتمنى تكونوا بألف خير. اليوم عندنا مقطع جديد. اعرف اني تأخرت عليكم، لكن لا تخافوا يا اصدقاء، 2021 راح اضبطكم مقاطع ان شاء الله، راح تكون رهيبه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عملت لكم مقطع بمناسبه مولد الجديد لانس واصاله، ان شاء الله يعجبكم المقطع. اخذ مني وقت طويل جدا، اتمنى يعجبكم ومشاهده ممتعه. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك يا ليل ليل، يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى، يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. أتمنى يكون عجبكم المقطع يا أصدقاء، مقطع جميل جدا وإن شاء الله يكون عجبكم. مقطع أخذ مني وقت طويل جدا عشان نشرح لكم الموضوع، الموضوع معقد جدا، يجب عليك جمع كلمة مع كلمة، وفي أغلب الأحيان ما ألقاش الكلمة. إذن راح أوريكم كواليس الأغنية بدون تعديل الصوت كيف جمعت الكلمات. أوكي خليني أوريكم. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جماعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جماعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. المسألة معقدة فعلا، فبالنسبة لهالمقطع ما لقيتش أغلبية الكلمات، فالحل الوحيد هو أن يجمع الحروف بين بعضها. فرح تشوفوا كيف جمعت الحروف، من وين جبت هالحروف عشان جمعتها وتعطيني كلمة واحدة. فمسألة معقدة يا أخوان، أتمنى تفهموا الموضوع كيف يمشي معي وتقدروا التعب اللي أتعبه في المقاطع. فرح أوريكم كيف أجمع الحروف ومن وين جبت الحروف. شوف مثلا مثلا عندنا مبروك مبروك، فما لقيتش كلمة مبروك، فالحل الوحيد هي أني راح أجمع حرفين مثلا وراح يعطينا مبروك. مثلا مبروك من وين جبت مبروك؟ مبروك جبتها من مبني أظن، مبني 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 ومع عمر عمر فاروق عمر فاروق. شوف عمر فاروق ومبني مبني مب مبروك 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 مبروك، فتعطينا مبروك. راح نشوف الآن مبروك مبروك يا حياة يا حياة قلبي، من وين جبت يا؟ راح مسألة معقدة يا اخوان. وفيا فيا 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 حذفت في وكذا راح اخليها يا فيا وفيا يا حياة قلبي حياة. من وين جبت حياة؟ اوكي نشوفوا من وين جبت حياة.
حياته ما أكل أتقال. في حياته ما أكل كذا وكذا وكذا. فتعطينا 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 يا حياة حياة قلبي قلبي من وجهة قلبي. أقسم بالله راح تنجنون في المقطع في الكواليس, راح تنجنون في الكواليس. شوف هذا قلبي هذا قلبي من وجهة قلبي هذا قالت قالت فحيدنا ليت فخلينا هذا قال ال ال قلبي قلبي البيبي. شوف من وين جبت البي البيبي. حجم البيبي حجم البيبي. واو والله راح جن راح اخر راح تنجنوا في الكواليس. مبروك 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 يا حياه قلبي مبروك. هل هل الفرحه فرحتنا من وين جبت فرحه؟ اوكي فاروق قلنا فرحتنا حتنا والفرحه جماعتنا جماعتنا من وين جبت جماعتنا؟ اوكي راح اوريكم من وين جبت جماعتنا. صراحه يا جماعه يا جماعه جماعه عتنا من وين جبت عتنا يا جماعه؟ شجعتني شجعتني ومن وين جبتنا؟ روحتنا روحتنا. واو واو مسألة معقدة جدا مسألة معقدة جدا. شو حلوة دنيتنا شو حلوة دنيتنا من وين جبت شو حلوة شو شو من وين جبت شو؟ شوف شوف راح تعطينا شوف حلوة حلوة دنيتنا دنيتنا من وين جبت دنيتنا؟ راح نشوف من وين جبت دنيتنا. عالم بالدن يعني بالدن دن خدي الدن يتنا يت من وين جبت يت؟ وكان راح نشوف من وين جبت يت. ممكن هو يترك يترك يت. واو مسألة معقدة يا رب. أتمنى أنكم أتمنى أتمنى لو تقدروا شويش شويش أو كلمة كلمة بس كلمة من كيف أجيب كلمة واحدة. أتمنى تقدروا هالتعب وتنشروا المقطع مع أصدقائكم وتعملوا لايك للمقطع وتشتركوا في القناة. أتمنى يعجبكم المقطع ما طولش عليكم أوريكم الأمور كيف تمشي كيف تمشي. شكرا لكم على المشاهدة وأوعدكم بمقاطع إن شاء الله راح تكون رهيبة في 2021. تحياتي. يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك. الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.